بونجور شباب ومرحبا بكم في الدنمارك. جون كوت كما يقول الدنماركيين. نحشي فيه مزعكتي جبت الجملة هذه. يتساءل المتشاهد ويقول لك اش بيك في الدنمارك، قعدتنيك في الدنمارك. خليني نحطك في الإطار. رايوت جيمز فهمتني استدعاو تزبي باش نحضر الفاينلز نتاع الفي سي تي كوبنهاجن اللي هو من اكبر التورنمنتس اللي صاروا في الفالورانت، وهو اول تورنمنت فالورانت يصير لان بحضور الجمهور فهمتني. دونك قرروا انهم يتباركوا بوجه النير، وهذاك وين باش نمشيو احنا بعد شويه. ولكن قبل لذاي باش نعملوا دوره صغيره في المدينه نكتشفوا مع بعضنا شنو فهم شنو ما فهمناش فهمتني. ولكن شباب اول مره في حياتي على ما يبدو باش نخلط نفطر فطور الصباح في اوتيل. عندي ويك 3 سنين نسافر مره برك خلطت على فطور الصباح خلطت على فطور الصباح في السعوديه وقت. دونك برا سيدي نهزوا شلاقاتنا وملاقاتنا ونتوكلوا على الرب. نشوفكم اللوطه في الفطور. هاي فما صف شباب، فما صف باش تمشي تفطر هالزب. تعرف كيفاش عصبه لي حتى نفطروا لبرا؟ فرد مرة نكتشفوا المدينة مع بعضنا وكالجو هذاك. هذه هي قاعة الانتظار فهمتني متاع الوتيل ولا الريسبسيون. يا حسرة كنت نخدم في وتيل، حتى أنا كنت ريسبسيونيست. كنت تلقاني قاعد وراء الديسك هذاك ويجي الزبون يبدأ يخرى على الزبي بالطلبات المستحيلة متاعه ويلوم فيها على حاجات ما عندي حتى سلطة عليها. يا حسرة. به احنا الآن على هذا الجسر العملاق شباب كما قاعدين نشوفه. قالك النهر هذايا هو اكبر نهر في الدنمارك. مش قالك صاحبي قاعد تشوف ولا قاعد تشوف الوليد قاعد نحشي فيه؟ راهو ما نعرفش اللي هو اكبر نهر ولا ما يظهر ضخم معناها ما شاء الله تحس فيه 100 متر مينيموم في العرض. وينهم الوحوش نتاع قنطرة بنزرت؟ تنقزوها هذه يا شباب. ليش جيب قنطرة بنزرت اعلى باربع مرات ولا خمسه؟ لا نيفو تعب هذايا. سينو شباب حاجة أخرى حبيت نحكي عليها، لهنا عندهم يؤمنوا برشا بالدراجات الهوائية، لدرجة أنه أبارامون تنجم ديما تستعمل بسكلة متاعك باش تتنقل مهما كانت البلاصة اللي أنت ماشي منها واللي ماشي لها، معناها ديما باش تلقى ثم ثنية متاع بسكلة. بار إكزومبل عندك الشارع هذا يا سيدي، عندك هذية متاع الناس، ممشى متاع الناس، عندك من غادي هذاك متاع البسيكل فهمتني؟ بعد البسيكل ثم خط اخر نتاع الكار، ومن بعد ثم ثلاثه خطوط اخرين نتاع الكرات. يعني زي الشوكولا في الجاتو. عمري ما سبحت في نهر، صدق او لا تصدق، خاطر بصراحه ما نعرفش يظهر لي مقرفه السباحه في النهر. مثلا النهر هذا يعني ترى فيهم الحاجات هذاكم في الحشائش هذيك في النهر، حاسه بصراحه ما نعرفش حاجات مقرفه، وخاصه بالنسبه للناس كيفنا احنا يعني اللي كانوا يعيشوا قربا من الشواطئ. علاش تسيب الرمل الذهبي نتاع تونس وماشي مطيش روحي في نهر ولا مش عارف شنو؟ على ما يبدو شباب طلعت كنيسه هذه اللوله بذايا فهمتني. ثم ناس زاد الفوق، لحظة كان تراو هاك فما شكون غادي منعرفش كان قاعدين تراو فيه ولا. أما بارامون تنجم بالدروج هذاك تنجم تطلع فيه اللي قاعد يدور هذاك الكل دروج تنجم توصل للآخر. بون طيب نمشي نكتل نشوف كيفاش الأمور. كان ثم برشا صف وستنى برشا وكذا، للأسف نكتفي بمشاهدة هذا المنظر الخلاب فقط. وانا ماشي عرضتني اللافتة هذه فهمتني، قالك فيغان برجر. الفيغان برجر هذا حسب رأيي انا شباب هو كأنه انسان يقول انا باش نتفرج في البورنو اما منيش بنخرتها. علاش شنو الفايدة؟ ما تفرجش وكهو، ما تحبش تاكل اللحم ما تاكلش اللحم. جربتهم راهو الليلات طعمهم يعيف لا اراك الله مكروها. وبالله سؤال لهنا، علاش الرب خلق لك انياب كي انت مفروض تاكل الحشيش؟ انا لهنا شوف ثم ارجمون تفهمه اللي هو يقولك انه الماس برودكشن تاع الحم هذه
فيها معاملات غير أخلاقية، معناها كما نقولوا البقرة تولد في العبودية ديريكت، نهار كل رأسها محصور فهمتني، تنجم تاكل كهو تاكل وتروس كما يقولوا، هذيك أوكي نتفهمها. ولكن إذا كان الحم تجيبه بطريقة أخلاقية كما يقولوا في الريف، هاوك تتولد البقرة فهمتني، تبدأ تسرح مع أمها كذا دور فهمتني، تعيشك 3-4-5 سنين في استشمام، وفجأة بين ليلة وضحاها ووب يسقطوا عليها. هذيك حسب رأينا أوكي، بقرة معناها عاشت وعملت جو في حياتها وتفرهدت إلى آخره. حاصل وين نواصلوا الرحلة متاعنا؟ فصل كان فصل صغير هذاك فهمتني، خذينا فيه اتصال من السيد سي فؤاد الباجي من الدنمارك. يعطيك الصحة سي فؤاد الباجي، ويدك في الزبي. طب خلنا نرجع لبرنامجنا. أنا ضعت شباب، ما عادش عارف على روحي وين، أما البلاصة هذه ما تخيبش يعني، فيها كما كل نهر فهمتني، الناس الكل كالعادة بالدراجات، شيء قال بيه ربي لا إله إلا قالك، ما عندكش بس كلام يبون. ثم مازالوا برشا جسور أخرين، ها فما الناس تجدف زادة، وسينو هذيك الأولاد ما خلطتش ندخل لها هكا غادي ظاهر. ما خلطتش عليها، ثم صف ولازم تستنى وتفتيش ودرشني براني كومك داخل الجنة يا أخي. أما السينوم زال ثم شوية أبراج أخرين ترى، خليني إيجا جاي إيجا جاي خنوريك، شد جعبك هيك بسروحك من الخنانة. ثم برا أوه شي عمل هذا يصلي وجمعه، ثم ذاك برج هوك غادي هوك غادي، وثم زوز أخرين هوكو من غادي. اما اولا خنشوفوا شنو المناسك، شنو الطقوس اللي قاعدين يقوموا بها الجماعه هذو. على ما يبدو يوغا. شوف سيدي، نفس شهيق زفيق برا عاد، هذه ماشي نتاع عباد لازم تجي من هنا. واصل شهيق زفيق، انشرح انفتح. سينو نلقى العباد هذه الكل قاعدة تصور، قلت حتى أنا خنمت صرمي ونصور معهم. تفر صاحبي ثم السفن مزبي. أما شيء بصراحة ما يلعبش البورت القديم تاع بنزرت، البورت القديم تاع بنزرت خير، فيه ريحة سبيسيال فهمني، فيه ريحة تاع مزيج ما بين البول والخمج وشوية بول. اللي لهنا الريحة هذه ماهيش موجودة فهمتني، ما فماش روح، ما فماش حياة، ما فماش لمسة بشرية فهمتني لهنا. أماني واي لحظة خنوريكم المنظر من الأمام. فر صاحبي على ما يبدو زادة ثم شوية رستوران. لما حال أشوف لحظة خنشوف قاعد شوف ولا قاعد شوف. لما حال البلدان هذوما البلدان ما مش معروفين برشا بالماكلة متاعهم، ونتفهم الشيء ذا. المناخ متاعهم تعيس، ما نصورش المناخ متاعهم فرندلي البرشا نباتات وأشجار وكذا. دونك أنا نحس أنه بش يكون قريب شوية الماكلة الألمانية، معناها بش يكون عندهم من بامبرغيز دي حكاية معفطة يسموه فوخست فهمتني، لا فيه لا مطعم لا بنا لا حد شيء، يحطوه في وسط خبزة يعملوا عليها كل الزن فلاك كل الصوص الصفرة المعف، كل شيء معف فهمتني، ويقولك برا يا سيدي كول الفوخست متاعك. واحنا الآن وصلنا لساحة الملك دانييل شباب، هاوك التمثال متاع الملك دانييل. قصة الملك دانييل والأربعة طحانة من عاش كانت عفوها ولا، أما هاوك التجسيد ليها يعني، عندك الملك نعنتين تركع، عندك الملك دانييل هاوك المعلم اللي ركب على الحصان، وهاكم ثم الأربعة تحته من عاش كان قاعد تراو فيه، ثم ثلاثة تحت الحجرة، ثم واحد تحت الحصان متاعو. عندك هذايا هاوك القصر متاع دندانسكي سكولادز فهمتني، وعام 1784 قالك ابا نعرفش كان ظاهره لسه هيك. سينو هذاك المجازان دو نور فهمتني، هذاك واحد من الابراج هاوك التالي قلت لكم طنيك وطلع عليه شفنا حكيته. ابارامون باش يطلع كنيسه، معناها اي حاجه عندها الزبوبه هذيك تطلع في الاخر كنيسه. البنك الدنماركي هاوك، البنك الدنماركي من غادي اهو. احنا وين تويكه
يظهر لي احسن حل انه نمشيو من الجهه هذيك نتاع البنك. اما ما نعرفش علاش الغريزه نتاعي تقولي رايك باش تكتشف حكايه في ثنيه هذه تنيك في الراس. راهو المم والسحر نتاع الفلوق الكل باش يكون موجود في الزقاق هذا. دونك خلينا نوثقوا في الغريزه نتاعي. انتو كان طلعت حاجه زبوره تلقاها في الفلوق كان يا لطيف كان ماشي حاجه زبوره تنحيها من الفلوق. شنو نظهر ديما الرب ديما المعلم اكبر خراف العالم. بون بدت تبرد برشا الغريزه نتاع شباب. يظهر لي خرينا فيه شويه برامون. شنو هذا وورد جينيس ريكورد ميوزيوم. جربوا الشيء هذا. قلت لكم الغريزه نتاعي عمري ما شكيت فيها ولا لحظه. خلينا نسال كان نجم نصور ولا ساعه. 21 يورو شباب. تشوف الكود احسن. يلا سيدي ترى نبداو. هذا يا اطول انسان في العالم فرامو. قداش طوله؟ 2.72 متر. يا لطيف يا لطيف. بالله خلينا نطلب من السيد يصورني. Can you just compare my size to this one, just hold the camera to it. Oh, you can stand on their feet. Yeah, oh shit. You seem awesome pulling his leg. There you go. Merci. هذا اعرض انسان في العالم فرامو. يا لطيف. خلينا نقراو شويه. قالك السيد هذا صار له اكسيدون شنو ثم مرزبه ترشقت في كرونتو ومن ذلك اليوم هو يزيد في عده باوندات عده ارطال. راح نكمل نقراو. At the age of 20 يزبي الحزام نتاعو بريسك 3 متر. مات عمره 32 كان يوزن 481 كيلو. ترا خلي جوست نوقف انا من جنبه باش تاخذوا فكره معناها على حجمي مقارنه بحجمه. يا لطيف يا لطيف. سينا شعنا لنا most guard is removed with the teeth in 60 seconds. شنو اللي حيلهم في البوستوات؟ شنو؟ ما فهمتهاش شنيا المرزبه هذه. يظهر لي نحيلهم في هذا من على ساقيهم ولا شنو. الاولاد راهو جست خلينا نذكركم زاد اللي مجله جينيس موسوعه جينيس فيها حاجات تافهه على الاخر ما عندكم حتى فكره. مش كلها اما فيها حاجات تافهه. شو عندنا لهنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بريتش كيميست سير ويليام سير ويليام بيركنز انفنتد واي اوف ميكينج Aniline dye. His shade of violet was very well received. I'm not interested. الحق بشيء ذي. عطيني الفريكس، عطيني الغرباء كما السيد الآخر اللي طوله كيلومتر ولا شنو. خلينا نجرب ونطلع لفوق. طلع ثم دروج لفوق يظهر لي. لحظة شنو هذا؟ Can you beat Jenson Button record of 114 hit in 40 seconds? اللي هي كيفاش برا ننزل نمبر واحد. باه ترى برا خلينا نجربوا. هو عمل 114 ضربة في 60 سكوند. خلينا نجرب حظي ترى. First person. Get ready. بسقيك زيادة. أنيمي ورك أوت. خايف نضربها بسقي نعوجها هذيا فهمتني؟ Very good.
actually feel very good. تبارك الله تبارك الله. 39 ضربة. اكبس جعبك عاد تايزن. بصراحة شباب مانيش راضي على المردود نتاعي باش نعاودها الخرية هذه. ما كنتش مركز مليح. المانيت كانت تزلبت شباب. برا من جديد. المرة هذه 41 شباب. تحسن ملحوظ كما تشوف. يعطيني الصح. كنت نجد نعمل مخير اما ما حبيتش تعب روحي برشا. اها لحظة. تاب سكرين تو بلاي. هذي عاد هذي في الزبي. هذي انا اخويا ما فذكش فيهم الفازات هذا. يلا شباب. نعرفش كنت ما كنتش تراو مليح من غادي هذيك المشكلة. اما بون ما يسالش باش تضطروا انكم توثقوا فيا المرة هذي شباب. Let's play whack-a-mole. صار الزب يدي اللعبة ما فهمتش القحط نتاعي. تبلانتيت اللعبة شباب. فرج الوقت قاعد يمشي وحتى حد منهم ما قاعد يطلع. وهكا نكون انا فهمتني ابهرت الآلة هذه الى درجة انها سكرت اللعب. قالك ليه يزبي راهو السيد هذا كان مش كمل يلعب باش يطيح الجينيس وورد ريكورد. واحنا الشيء ذا ما ساعدناش فهمتني. نواصل الرحلة نتاعنا في كوكب زمرد. هذا المعلم عاد كنت فيه انا تتذكروا معناه. عملت فلوق في دبي باي ذا واي شباب. تلقاوه الفوق في كوان من كوانات من الفوق. جنجل شباب الجنجل برا نجانكي والتوب لينر. شنو ما تقولش حتى الحيوانات عندهم ارقام قياسيه زاد. يلا سيف أهلا بالمعلم. شوف سيدك أوسكار ربح أوسكار كما اللي عندي في الدار شباب نتاعهم هم مقلد لما حالة. شوية أجوبة شوية أسئلة على بعض الأجوبة. المشكلة كلها مكتوبين بالدنماركي دونك ما برا بالزهر ترى. أنا نقول سي. لا انا نقول سي. صحيح. برا المره ذي نبدلو. انا نقول سي. اها يظهر فهمتوا اللي انا باش نقعد نعاود في سي. هذه التكنيك نتاعك يبدا عندي دوفوار في كيو سي ام وانا ما نعرفش الاجابات. الاولاد نحطهم الكل فرد اجابه. بلي خلينا نشوفوا استراتيجي هذه تخطف لنا ولا احنا نحبوا اكثر من 50% وين ريت. احنا عندنا 1 2 3 1 2 3 3 4 12 معناه لازم نجيبوا على الاقل 6 صحاح. احنا قلنا استنى هذه طلعت سي. 1 2 اها 3 4 5 على 12 مش خايبه كوين ريت شباب. واصلوا الرحلة متاعنا في عالم الحيوانات في الانيمال كينجدوم. شنو طحبوا هذا؟ smallest dog شيواوا named بوبو. ترا ورينا بوبو وينك؟ زبور بوبو حاط زبي بافر.
اهلا اهلا. وينك حبيبي؟ شو most worms eaten in كلي 94 خيط كلي 94 دودة. ريت بالله، طب بالله علاش علاش محطوط الشيء هذايا في موسوعة جينز الأرقام القياسية؟ قداش من دودة نجم ياكل في دقيقة واحدة؟ علاش ما نعملوش زاد ريكور آخر أطول خرية مستمرة في العالم؟ عباد تخرى فهمتني، ومن بعد يجيو يقيسوا لهم الخرية نتاعهم بالمترو، واللي يعمل أطول خرية مسترسلة يربح. أوه مرة أخرى، مرة أخرى شباب، مرة أخرى الرب أعطاني فرصة جديدة. به 12 سؤال كالعادة باش نمشيهم عسي. يلا وين ريت؟ غلط غلط. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. كلم كلم ستة على 12 شباب، 50% وين ريت. شفت التكتيك؟ شفت التكتيك؟ كي تحشيلك في دفوار في كسيام وانت مكش عارف شو تعمل، شد إجابة واحدة وقعد عاود فيها الكل في جرة بعض. يلا نتشرف نتشرف. شنو الريكور هذايا؟ ديمون باربر، فاستس باربر ان ذا وورلد. هي شيفت 1994 راجل في 60 دقيقة. اوكي هاي البرشة، نظف الخرام تاعك يا امسح زعكتك مسخ. اكبر دلاع في العالم، 120 كيلو تقريبا. شو معنى اسكو ذم الكل؟ ذم اكبر فواكه في العالم. به كعبة قارس 3 كيلو ونص. الزبي بالرسمي الشيء ذا، اكبر فقوسة 10 كيلو ما شاء الله. يعني ذكرني شوية بعضوي الذكري، يعني بعضوي التناسلي. اكبر برقدان 2 كيلو ونص. هذه اناناسة 8 كيلو. يا لطيف يا لطيف. كعبة فريز 200 جرام. اسمع اسمع، انت وين واكبر اكبر شقاله كسكسي في العالم؟ مش في بالي احنا عندنا اكبر شقاله كسكسي في العالم. ايش بيني ماني شرافيه، علاش تم خبز لنا وكيك ومافنز ودرشنيه وما ثماش اكبر شقاله كسكسي في العالم؟ حبيب الملايين عمك جاكسون، جاكسون والقفاز الذهبي نتاعو بين الجينز. I love just a girl says I am the one. رجعنا مرة أخرى بحث أطول إنسان في العالم. باش شباب، إحنا الآن أمام ما يدعو بالروندتار. قالك هذا البرج الدائري كما قاعدين تشوفوا هوك، هو كظاهر الحاجة الوحيدة اللي مدورة أمامك في الشاشة. هو برامو هذه الكل كنيسة على ما يبدو، هابش نكتشفه بعدنا. شفت زادة شوية ناس قاعدين فوق، يظهر لي اليوم أنش بنطلع فوق حتى برج. هاك المدخل ذاك برامو. تراخن نيكو طلع شوفوا فما معلومات قيمة، معلومات مفيدة حول هذا الموضوع. باهي سيدي. إن شاء الله تكون ورثت شوية كتيبات معنا هنا. يلا شوف هاي. وان تيكت. يس. I don't need that. Thanks. That's the ticket. Yeah. I thought I received. Thanks. يلا. باه يبدا الان اللف فهمتني. هذا الحجم تاعهم قالك يقعدوا يدوروا على البرج فهمتني. الملك ديفيد عام 1577 حط القاعده هذيا. كالعاده نحشي فيه، ما عندي حتى فكره شكون ديفيد، اما الشيء هذا مجهد شباب.
الشيء ذا ليس بالأمر السيء أو السهل. قالك الكينج ديفيد استعمل الشيء ذا باش يميز ما بين العفاطة وما بين القويين، فهمت؟ قالك كي واحد يوصل فوق ويبدأ يلهف يطيشوه من فوق البرج، هكا الفايكينج قالك من قبل ناس كاسحين، ناس ما تفلكش. أثما بيبليوتيك زاد. اوكي، بالطبيعة احنا ماناش مهتمين بالشيء ذا، احنا حبوا نطلعوا للقمة. الزبد منين خرجك فرخ؟ هيك عرفت كجيمر، انا كجيمر كنشوف في الحفرة هذه في الباب شنو يجي لمخي؟ انه ثم حجرة باش تبدا تطيح تويكا وتدور على البرج، وهذاكم البلايص اللي انت تخبى فيهم حتى كش تتعدى الحجرة تكمل تهبط تجري تجي لي بعد تخبى. يلا شوف فجأة الوضع ولا كلستروفوبيك شوية. يا لطيف احنا عندين زبي، مش واضح قداش ضيق المكان شباب، لكن نوعدكم اللي هو ضيق برشا. شوف، ولكن اخيرا وصلنا. استنى ترى انتم عندكم الميزه اللي تنجموا تقليو اطول برشا من زبي. انا ما عندهمش برشا، ما يؤمنوش بالمباني العاليه لهني، كما تشوفوا اعلى حاجات في العاده هم يكونوا كنائس. يعني قال لك حد شيء ما يعلو على الدين في البلاد هذه. سينو احنا شباب من بعد قاعدين نشوف الكرون، ولا احنا من بعد باش نمشيو لهنا للغوزنبورغ كاسل، قلعة الغوزنبورغ اللي هي ويني هي. استنى نرمى مو في الديركسيون هذي. هذاك زعما قد يكون هذاك، مانيش متأكد، ولكن قد يكون هذاك. حاسو أكبر مبنى ضخم هكا، ثم جردة زادة مقابلته، وإحنا كنا نعرف أنه ما ينجم يكون قصر إلا ما تكون قدامه جردة. وانا هابط شباب نلقى ثم تواليتات، تفرج صاحبي التواليتات نتاعهم قبل كيفاش كانت. عندك فانوس فهمتني، عندك المخرة تحط زعكتك لهنا وتخرى. من بعد قال لك اذ بها الخرية نتاعك ولا البولة نتاعك تسافر فهمتني في هذا الكنال، ها يهبط. من بعد قال لك ثم كيما كل ما نعرفش شنو نسموها، خلينا نسموها المخرة فهمتني، البلاصة اللي تلم فيها الخرا هذه، 12 متر كوبيك يعني تحت التاور. شوف اسيدك فهمتني كيفاش. دونك شوية ملاحظات على الشعب الدنماركي بعد قضاء نهارين لهني. لاحظت انه الناس لنا عندهم اكثر شباب وثم اكثر عائلات. ديما وندور وجهك تلقى ثم عائلة، تلقى ثم ابو وام وصغارهم ولا اللي هو حاجه ما تراهاش برشا في المانيا ترى كان الشياب فهمتني، وما تراهاش برشا شباب لهنا. لا يبدو انه مجتمع فتي هكا يتسمى، على عكس المجتمع الالماني المتهرم ولا المترهم ولا تحاسيل. وصلت الفكره، كل الهرم الاجتماعي عرفتوه. حاسيل واحنا وصلنا طو للقصر فهمتني، من الحديقه هذه نورمالمون تعرف اللي احنا طو في صار على ما يبدو هو ذاك اللي من غادي، اما ها باش نكتشفه مع بعضنا. هاك القصر فهمتني. ما نعرفش هل انه بون تحسه صغير شويه بارابور للجرده هذه الكل، اما يظهر لي هذا جوست قسم كهو، معناها تصور مازال ثم اوجه اخرين. هاو لا يظهر لي غلطنا فيه، لا هاك يظهر لي المعلم الكبير وراء الأشجار هذا. مستنى طيب على الأشجار هاو كريتو عليه العلم زادة وزبيو. يظهر لي هذاك المدخل الرئيسي متاعو هذاك،
ويظهر لي هذه تحسها يمكن مش عارف البيت اللي حط فيها الملك القحاب متاعه ولا فازه كيما هكا. اي سيدي رجعت لكم من جديد. احنا شباب في الكريستيانسبورغ سلوت هذا يا سيدي. من سيدي المره هذه مانيش نحشي في عليكم شباب، المره هذه انا قاعد نقرا لكم من الجوك. القصر معناها تبارك الله كما قاعدين تشوفوا الناس الكل، فهمتني ليك في الراس. وبيان سور تنجم تقرب معناها تنجم تمشي الغادي هاك. ديجا ثمانيه ساكم تراو فيهم غادي هاكم، بعض الكائنات البشريه معناها موجوده غادي. اما انا ما عادش عندي وقت شباب، طويك الساعة الثالثة يعني بعد الزوال، ونورمالمون نكونوا في الوتيل مع الأربعة. حاسيلو الفلوغ هذا يا شباب بشيوفة لهني، فهمتني، مع الخنوق فكة في الفيو الزبور هذا كمان هنا، فهمتني. الفلوغ هذا بشيوفة لهني يا شباب، ولكن طويك احنا كما قلت لكم ماشيين باش نحضروا على الفاينلز نتاع الفي سي تي كوبنهاجن اللي هو باش يكون فلوغ سيباري. دونك ننصحكم كملوا تفرجوا في بقية الفلوق، فهمتني. ونشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.